جايز، اليوم بخبركم عن الخصومات اللي مسوينها أوناس. يوصل خصم لين 50% على بعض الايتمز اللي موجودة عندهم على الابليكيشن. براويكم كيف تستخدمون هذا الخصم. أول شيء إذا اشتريتوا بقيمة 6000 درهم ينخصم لكم تقريبا 50%، يعني سعر 3000 درهم. بعد في اوبشنز ثانيه بحط لكم كيف تاخذون الخصم مالكم، زائد كود خصمي اللي هو جي او ار واي يخصم لكم 15% على معظم البراندات، حتى على الاشياء اللي ما عليها خصم في اوناس ابلكيشن. خلوني اراويكم بعض الخيارات بعد، وراويكم كيف تاخذون الخصم من اوناس ابلكيشن. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.